نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مشرفنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال. نور يا الله يخليك. مبروك النادي الاهلي طبعا على الفوز، وهارد لك لنادي غزل المحله. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على التحليل وعلى المباراه، انا بس يعني بسال كابتن عصام عبد الفتاح سؤال مهم جدا. اولا كابتن عصام، حضرتك من حقك كرئيس لجنه تطلع تحلل الاخطاء التحكيميه وتقول رايك، ما فيش مشكله خالص، واحنا بنحترم طبعا يا كابتن احمد الاراء الكل، ولكن الملاحظ دايما ان حضرتك ما بتطلعش تحلل الا حالات النادي الاهلي. وهقول ليه امتى وهقول ليه. بتحلل، المفروض تحلل كل الاخطاء اللي بتحدث لكل الانديه يا كابتن اسامه. ايوه بالظبط، في اخطاء جدليه ومثيره كتير، انما كونك انك انت تطلع في مباراه النادي الاهلي فقط، لا، ده سؤال يا ريت تجاوبني عليه. المره الاولى كانت في مباراه الاهلي وبنك الاهلي، والكره الشهيره بتاعت استئناف كابتن بلال رامي ربيعه، وانا قلت هنا من مكاني ان هنا الفار مكان يجب ان هو تدخل، وكل الخبراء التحكيم في مصر في الوطن العربي وفي اوروبا قالوا ان الفار ليس له دور في هذه الحاله. كابتن عصام طلعت قلت لا، الفار ليه دور، روح الفار، وتهكمت وهاجمت المحللين وقلت كلام طبعا مش داعي ان انا اقوله، وفي الاخر خالص طلعت انت المخطئ كرئيس لجنه. وهنا انا لازم يعني يجب ان يكون هنا يعني في وقفه يا كابتن احمد، انت كمسؤول لجنه الحكام بتطلع تتكلم في القانون بشكل خاطئ، لابد انك انت مسؤول، تبقى مسؤول عن كل كلمه بتقولها. ليه؟ انت بتخاطب جماهير عناصر اللعبه، حكامك كمان بيتفرجوا عليك. طلعت قلت ان المحللين اخطاوا وان الفار له الحق في التدخل، لا، الكابتن النهارده كل مصر بتعرف الفار بيتدخل فيها يا كابتن احمد، اللي هم اربع حالات، ولكن الحاله بتاعت رامي ربيعه ما كان يجب على الفار ان هو يتدخل، وبالتالي اتكلمت وقلت قرار خاطئ. الحاله الثانيه ماتش الاهلي والزمالك، مفيش حد في مصر، كل عناصر اللعبه من لاعبين، جمهور، اداريين، انديه، كل الناس اشادت بالحكم الاسباني كابتن علاء. طبعا. صح؟ طبعا. حكم ادى مباراه بكل سهوله، لم يلجا الى الفار، المباراه كانت رائعه من الحكم، ما عندوش اخطاء. حتى في لعبه ركله جزاء كل المحللين اتفقوا ان هي دي استمر، لا، ما فيش ركله جزاء. كابتن عصام طلع قال ان هناك ركله جزاء لم تحتسب في هذه المباراه برضك ضد النادي الاهلي. مظبوط. طيب ايه الهدف؟ يعني انت ليه عاوز تخلي الحكم الاسباني اداؤه مش كويس؟ هل انت عاوز تثبت ان اخطاء الحكام الاجانب يعني زي ما احنا بنخطا هم بيخطئوا ولا ايه بالظبط؟ ولكن ما كان يجب عليك انك انت تتكلم على الحكم اللي كل الناس اشادت بيه وبتقول عليه ان هو ياخد 7 أو 7.5. 7.5 دي درجه قليله جدا جدا كابتن علاء، يعني اداء عالي جدا من حكم راقي وادى درس جميل جدا تطلع تديله 7، لا طبعا الكلام ده طبعا يعني احنا مش موافقين عليه، لان الحكم اداؤه كان اداء متميز.